السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد صبح، ودرس جديد من دروس برايمري 5. الدرس ده هنتعرف فيه على حاجتين: types of sets and equal sets. يلا نبدأ مع بعض نعرف ايه هي types of sets. types of sets، أول حاجة finite set. finite ايه؟ set. finite set يعني set محدودة، finite اللي هي فيها limited number of element. limited number of element أو finite set. زي examples زي اللي معايا، الست اللي فيها 3 و5 بس، يبقى دي اسمها finite، منتهية. ست انتهت، ما فيهاش إلا 3 و5 وبس. الاكزامبل التاني فيها 1 و5 و6، دي برضو finite set، لأن هي ست ما فيهاش إلا الإليمنت اللي موجودة قدامنا دي بس، 1 و5 و6، يبقى اسمها إيه؟ finite set. طب ماشي يا مستر، إيه السكند تايب؟ السكند تايب infinite set، اللي هي unlimited أو an unlimited number of element، يعني عدد غير محدود أو غير نهائي، اسمها infinite set. infinite إيه؟ set. يبقى the second type of the set، يبقى أول حاجة finite والتانية infinite، والتانية إيه؟ infinite set. examples على ال infinite sets زي الإيه؟ أول حاجة counting number. counting number اللي هي C اللي فيها 1 و2 و3 و4 and so on. تاني example ال even number. ال even number اللي هي ال E فيها 0 2 4 6 8 10 and so on. يبقى انا كده هفضل اعد في الايفن نمبر ومش هخلص، يبقى دي اسمها infinite set. عندي كمان الاود نمبر اللي هي 1 3 5 7 and so on. طب وعندي البرايم نمبر 2 3 5 7 11 13 and so on. يبقى كل دول examples على الانفينيت سيت. يبقى احنا عرفنا يعني ايه انفينيت سيت، مش هتنتهي، وفاينايت اللي هي بتنتهي السيت المحدوده بتاعتي. طيب اخر نوع من السيتس اسمه نال سيت او امتي سيت. امتي سيت او نال سيت، يبقى لا اما نال سيت لا اما امتي سيت، يعني السيت الفاضيه الفارغه اللي هي ما فيهاش اليمنت خالص، يبقى ست فاضية ما فيهاش أي إيليمنت. برمز لها بالرمز سيركل وعليه خط، الرمز اللي أنت شايفه ده وبسميه إيه؟ فاي. يبقى الرمز ده بسميه فاي، معناه إمتي ست أو نال ست، اللي هي الست اللي ما فيهاش أي حاجة خالص. وخلي بالك إن الست دي معانا هتبقى مهمة، وبيظهر عليها أسئلة مهمة والناس بتتلخبط فيها جدا. لازم تفتكر الرمز دون والسيركل اللي عليها الشرطة اللي هي فاي، يعني ست فاضية ما فيهاش أي حاجة خالص. اكزامبل عليها زي لو قلت the set of your class who visited the moon. مين اللي معانا في الفصل بتاعنا؟ طلع القمر. طبعا ما فيش حد في الفصل بتاعنا طلع القمر، تمام؟ يبقى أنا عندي هنا ما فيش حد في الفصل، يبقى الست دي empty set ما فيهاش حد خالص. ارمز لها بالبراكت الايه؟ الفاضي اللي قدامي ده، او سيركل وعليها شرطه، يبقى دي اسمها امتي سيت او نال سيت. طيب تعال نشوف حاجه تاني عن الايه. هنتكلم على الايكوال سيتس. ايه هي الايكوال سيتس؟ الايكوال سيتس لو انا مثلا معايا اكزامبل نمبر 1 في اكس از ا سيت اوف ليتر ان ذا وورد سيت. ايه هي الليتر اللي في وورد سيت؟ طبعا طبعا عشان تقول لي الليترز اللي في وورد سيت هتقول لي يلا نفتح براكت ونكتب الليترز. هتقول لي اول حاجه اس كوما، وتقول لي اي كوما، وتقول لي ايه تي. يبقى هي دي الثري ليترز اللي في وورد سيت. طيب ماشي، الواي بقى ذا سيت اوف ليتر ان ذا وورد تيست. تعال نفتح كده براكت، هتقول لي ايه تي وكوما، وتقول لي اي
وكوما وتقول لي اس، وكوما وتقول لي تي، هقول لك ايه تي ايه يا عم، ما هي تي مكتوبة هنا. خلاص يبقى مش هنعمل ريبيتد، يبقى خلاص يا مستر، يبقى التي والاي والاس بس. طب انت مش ملاحظ حاجة بقى؟ التي موجودة في الست الاولى والتي موجودة في الست التانية، الاي هنا وادي الاي هنا، والاس هنا والاس هنا، يبقى الثري ليترز بتوع الفيرست سيت او بتوع الاكس هم الثري ليترز بتوع الايه السكند سيت اللي هي الواي. معنى كده ان الاكس ايكوال الايه واي، او السيت اوف اكس ايكوال السيت اوف واي، يبقى دي معنى ايكوال سيتس. يبقى انا لما اجيب لك ان تو سيتس ايكوال، معنى كده ان الاليمنت اللي في السيت الاولى ايكوال للاليمنت اللي في السيت الايه الثانيه. طب تعالى عشان نحل الاكزامبل ده عشان مهم برضو معايا. ماشي تعالى، انا بقول لك هنا find the value of a and b، طلع الفاليو بتاعت ال a وال b that make each sentence true، عشان تخلي التو سنتنس دول مظبوطين. هنقول هنا a و7 وهنا p و2، لازم التو دي تكون موجودة هنا. طب هنا مكتوبة a، يبقى المفروض مكان ال a يبقى كام؟ 2. طب لازم ال7 دي تبقى موجودة هنا، طب ده موجود b، يبقى لازم مكان ال b دي تكون كام؟ 7. خلاص يبقى انا ممكن اكتب ان ال a equal، ممكن اكتب كده ان ال a equal 2 وال b equal 7. تعال نشوف الكلام ده صح ولا لأ. طبعا هنا ال a الجزء الاول، هنا ال a equal 2 وال b equal a 7. طب يلا نكمل، هنا 5 و a و 8. طب ماشي ال 8 لازم تكون موجودة هناك، طب خلاص موجودة هناك. طب ال 9 لازم تكون موجودة هناك، طب فين ال 9؟ مفيش، تروح حاطط لي فوق ال a دي، تروح عامل لي 9، يبقى ال a دي لازم تكون 9. طيب ال 8 موجودة اهي وادي ال 9 موجودة اهي، يبقى ال 5 المفروض ال b تكون ايكوال كام؟ 5، عشان يبقوا زي بعض، يبقى ال b لازم تكون 5. يبقى تعالى نعمل التشيك كده، ال a equal 9 وال b equal كام؟ 5. تعالى نحل الاكزامبل اللي بعده، هنا ادي 3 وادي 3، 6 وادي 6، يبقى ال a دي المفروض تكون ايكوال لل a ال 4، يبقى ال a يا مستر لازم تكون ايكوال لل 4. تعالى نعمل التشيك ليها، تمام. طيب اخر جزئية بيعرفني اكسبريشن جديد، يقول لي the set which is contain the same number of elements are called equivalent set. يعني انت لو عندك two sets، الست الاولى فيها four elements والست التانية فيها four elements بس مختلفين، يبقى دول اسمهم equivalent، بس ما تقدرش تقول عليهم ان هما equal، عشان يبقوا equal لازم يبقوا زي بعض بالظبط. لكن ال equivalent لو هنا four وهنا four يبقى دول equivalent sets، لو هنا 5 وهنا 5 يبقى دول اسمهم equivalent set. تمام يلا نبدأ ونشوف. وكده يبقى احنا خلصنا الدرس ده بتاع types of sets وال equal sets، ومع فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.